المنتخب المغربي هو إحدى المنتخبات العربية الكبيرة التي تبرز في أكبر المنافسات قارية كانت أم عالمية، ويلقب هذا المنتخب بأسود الأطلس نسبة للأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس لغاية القرن العشرين. خاض أسود الأطلس أول مباراة رسمية لهم يوم 19 أكتوبر عام 1957. أما عدد مشاركات هذا المنتخب على الصعيد القاري فقدرت ب17 مرة، توج فيها المغاربة مرة واحدة فقط، كانت سنة 76-900. أما على الصعيد العالمي فشارك الأسود 5 مرات في المونديال، وتعود آخر مشاركة لأشبال الفرنسي هيرفي رونار لسنة 98-900 بفرنسا. لعبوا بالروح لعبوا بالقلب، جامي سبع يخسر الحار، تاريخ جديد غير تيكتو يا الله. تيكي تاكا مغربية، طقو بيبان عالمية، كوراج كوراج بن عطية، ويا الله ويا الله. ارفي رونار ناري ناري، بوسو فنفجر الدراري، حكيم زياش ولد بلادي، وهذا شكون يقدر عليه. المهدي في الدفاع خطو ثابت، نبي الدرار طالع هابط. لم يكن مشوار التصفية المؤهلة لمونديال روسيا سهلا بالنسبة لأشبال هيربي رونار، لكن عزيمة وإرادة رفقاء المهدي بن عطية جعلتهم يستهلون المشوار بتعادل خارج الديار أمام الغابون، قبل أن يحققوا فوزا ساحقا في الجولة الثانية على المنتخب المالي وبسداسية نظيفة، ثم الفوز بعدها على الغابون بثلاثية نظيفة. وعاد السوسبنس للواجهة من جديد عندما تعادل الأسود في عقر الديار سلبيا أمام المنتخب الإيفواري. وبما أن الكبار يمرضون ولا يموتون، فقد تمكن أشبال رونار من قهر الفيلة في أبيجان، وبثنائية نظيفة مكنتهم من عبور الجسر المؤدي لبلد الروس بسلام. مشاركة أسود الأطلس في المونديال قدرت ب5 مشاركات، فالمشاركة الأولى تعود لسنة 1970 بالمكسيك، حيث خرج الأسود وقتها في الدور الأول، ليعود رفقاء بودربالا للمشاركة من جديد في المحفل الكروي العالمي بعد 16 سنة وفي نفس البلد أي المكسيك، وبلغ الأسود الدور الثمن النهائي. أما مشاركة هذا المنتخب سنة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية وسنة 98-900 بفرنسا لم تكن قوية، ومر فيها الأسود مرور الكرام بعدما خرجوا في الدور الأول، ليبقى موعد روسيا هاما ومهما بالنسبة لهذا المنتخب. يدرب المنتخب المغربي الفرنسي هيرفي رونار الذي نجح في التتويج على الصعيد القاري في مناسبتين، وذلك سنة 2012 مع المنتخب الزامبي وسنة 2015 مع المنتخب الإيفواري. ويمني الفرنسي رونار بقيادة الأسود لتحقيق نتيجة جيدة في مونديال روسيا ورفع التحدي ولما التأهل إلى الدور ثمن النهائي، فأول تجربة للفرنسي مع المونديال يريد أن تكون على طريقة الكبار وبالأداء والنتيجة، فهل سيفعلها الثعلب في بلد الدبابة؟ يعد المهدي بن عطية أبرز لاعب المنتخب المغربي، ويعد واحدا من أقوى المدافعين في العالم. بدايته مع الساحرة المستديرة كانت من فرنسا مع نادي كليرمونت في دوري الدرجة الثانية، رحل بعدها إلى إيطاليا وبالضبط مع أودينيزي عام 2010، ثم إلى روما أين وقع عقدا لمدة 5 مواسم، ومن ثم غادر إلى ألمانيا أين لم يجد ضالته مع العملاق البافاري باير ميونخ، ليرجع إلى إيطاليا من جديد من بوابة جيفنتوس أين فرض نفسه وأصبح أحد ركائز الفريق. حكيم زياش صانع ألعاب فريق أجاكس أمستردام الهولندي ومعشوق جماهير المنتخب المغربي،
بدايته مع الكرة كانت عام 2004 مع نادي هيرفين الذي تدرج في فئاته السنية إلى غاية صعوده إلى فئة الكبار قبل أن يخطفه نادي تفينتي أشخيدا الذي لعب في صفوفه لموسمين لينتقل بعدها إلى أشاكس أمستردام سنة 2016 بعقد يمتد إلى 4 سنوات. إضافة إلى بن عطية وزياش يملك أسود الأطلس لاعبين مميزين على أعلى مستوى أمثال العميد كريم الأحمدي لاعب فاينورد روتردام الهولندي وأشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الإسباني ومبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتي ويونس بلهندا لاعب غالاتا سراي التركي ونور الدين مرابط لاعب ليغانيس الإسباني. على الرغم من وقوعه في المجموعة الثانية التي سميت بالموت لتواجد إسبانيا بطل العالم 2010 وبطل أوروبا البرتغال والعنيد الأسيوي إيران فإن المنتخب المغربي يملك حظوظا تبدو قائمة وذلك بفضل ثلة من النجوم اللامعين في أوروبا أمثال صمام دفاع يوفنتوس الإيطالي مهدي بن عطية إضافة إلى بن هندا المرابط وغيرهم والذين سيسعون لتوظيف مهاراتهم لإعلاء الراية المغربية في المونديال الروسي